الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. الكرملين يؤكد أن بوتين لن يجري محادثات مع نظيره الأوكراني، والأخير يحث المجتمع الدولي على قطع العلاقات مع موسكو. واشنطن تشدد على أهمية وجود حكومة فعالة في اليمن لتعزيز إنهاء الصراع. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة التفقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة، واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري أعمال تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلة أم قمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا، واللي بيبدأ يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي ثم الإسماعيلية الصحراوي ثم مرورا بوصلة طريق جنيفا ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي ثم طريق القاهرة العين السخنة والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك أمرت يا فندم إن احنا نحرر الحركة المرورية أعلى هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم عمر اللي سيادتك مشرفنا عليه واللي تم نحو أعماله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية ثم طريق القاهرة فايد ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانة والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضية دي كلها يا فندم مربوطة بشبه جزيرة سيناء عن طريق مجموعة من الأنشاء اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع أهمية طريق السويس في زيادة حجم التدفق التجاري والسياحي وزيادة حجم الاستثمارات، نظرا أن شبكة تطوير شبكة الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنمية المستدامة اللي سيادتك دايما بتأكد عليها. برضه يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع إنشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلومتر، بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم بطول 7 كيلومتر. المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بطول 46 كيلومتر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله. اتفضل مش كده؟ خلصناه تمام يا فندم. عدا الجزء الأسمنتي، يعني أنت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغالين. تمام سيادة. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا هنخلص امتى؟ بالنسبة للطريق الرئيسي يا فندم إن شاء الله احنا هنخلص ناوي الأعمال السطحية بالكامل بإذن الله لنهاية الأسبوع الجاي وهيبقى جاهز للافتتاح إن شاء الله قبل العيد. بالنسبة يا فندم لطريق الخدمة إن شاء الله الاتجاه القادم من القاهرة في اتجاه السويس بإذن الله 30 يونيو 30/6، الاتجاه القادم السويس يا فندم في اتجاه القاهرة خلال شهر أغسطس يعني شهر 8.
باذن الله يا فندم. طيب انا وانا طالع عندك دلوقتي تمام. بس ان انت عامل حاجتين للوصله اللي جايه من المؤامره. من المؤامره تمام. لا مش هينفع خليها كده يعني. مش شايف السوري يساعدك يعني. حاضر يا فندم. طيب اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عباره عن 3 حاره مروريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيره وسطى، و2 حاره مروريه رصف اسفلتي تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للاحمال المروريه المتوقعه لصالح حركه نقل البضائع اللي هي مستخدمه في حركه التجاره الداخليه بين المحافظات بالظبط يا فندم، او حركه التجاره الخارجيه اللي بتبقى موديه للموانئ يا فندم، لقينا ان احنا لازم نزود سيادتك لرصف الخرساني، يتحول الطريق من رصف اسفلتي لرصف خرساني وزياده عدد الحارات بتاعته ل3 حاره مروريه، وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن. ونفس الكلام للي جاي بالظبط رايح جاي حاجه بالظبط كده بالظبط. قابلنا سيادتك مجموعه من العوائق اثناء تنفيذ الاعمال، من ضمنها يا فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار، وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون تاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا، وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير اللي ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد نهو هيساهم في تقليل الزحامه المروري وتسهيل الحركه على المواطنين، مما يؤدي لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. طيب انت برضه دايما السؤال ده بساله للزملاء واحنا موجودين، اقول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلكم يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثاني او اعاده ان شاء الله فندم في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاول الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله ان شاء الله فندم. العاصمه الاداريه بصفه الطريق السويس يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها، احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه، بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور الطريق السويس بالمحاور العرضيه. بالمناسبه اتفضل وانا جاي بقى شفت المطار بتاع العاصمه تمام سيادتك، فانا قلت بصوا عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس، واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب بلانز تمام سيادتك فاضل ندرسوه ونجهزوه للتخطيط وخليه تمام يا فندم. وبرده يا فندم بعد سيادتك احنا طريق السويس الوصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار، فتم دراسه السيول واعمال الحمايه من خطر السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الاستشاريه تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه، ونفذنا يا فندم عدد 16 بلبق صندوقي لاستيعاب كافه المياه المتوقعه تعدي تحت الطريق لمسافه لمده 50 سنه لقدام ان شاء الله باذن الله. اعمال ضبط الجوده للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جوده عالميه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا او مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق، اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم ان شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده الموجوده. شكرا. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبه الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء، وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أن هذه المناسبة تدل على تقدير مصر لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء للوطن، موضحا أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. تأتي تلك المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده عايش اللي يخلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 منذ أكثر من شهر لتوفير كافة احتياجات البيت المصري من سلع استراتيجية غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين ومساندتهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. بعد المبادرة عدد العاملين أو عدد العملاء عندنا زادوا بطريقة كويسة جدا، الناس بقت فيها عندها إقبال أحسن من الأول، بقى عندهم اطمئنان من ناحية الأسعار. التوفير بتاع البضاعة نفسه سواء من المنتجين
او من الشركات الموزعه خلى العميل مطمن ان الحاجه موجوده باستمرار وسعرها مناسب ليه في كل وقت، فبينزل بيشتري احتياجاته في اي وقت. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبه ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. شهدت هذه المرحله منذ اطلاقها مشاركه واسعه من كبرى السلاسل التجاريه، حيث تتوفر السلع في 993 فرعا لهذه السلاسل منتشرة على مستوى الجمهورية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها في المبادرة. كما بدأت هذه السلاسل في توفير السلع التي ترتبط بعيد الفطر المبارك مع مد فترة المبادرة. قدمنا للمواطن بالنسبة لمناسبة عيد الفطر المبارك كل احتياجاته من لحوم ومن ملابس ومن سلع غذائية ومن كحك ومن بسكويت، كل احتياجات المواطن المصري اللي دخلت عيد الفطر قدمناها له بتخفيضات تصل ل 60%. انا جيت النهارده اجيب طلبات بيتي، لقيت مبادره كلنا واحد. طبعا المبادره دي موفره لناس كتير حاجات كتير قوي واسعارها كويسه، ووفرت للناس عيشه كريمه في ايام شهر مفترض في ايام كلها خير، فربنا يا رب يديمها، يا ريت تستمر بصراحه. احنا بنشكره ان هو حس باللي احنا فيه بالموقف اللي احنا فيه دوت، فطبيعي لازم نشكر الرئيس على الخدمات اللي بيعملها لنا وبيقدمها لنا. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية بنطاقها قامت بطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية من خلال السلاسل التجارية والشوادر وقوافل السيارات، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار. امتدت المبادرة بتخفيضاتها إلى الميادين الرئيسية بالمحافظات من خلال قوافل من السيارات وجهت إليها محملة بكافة أنواع السلع الاستراتيجية، لكي يستطيع المواطنون الاستفادة من تلك التخفيضات في تلبية احتياجاتهم اليومية. بالنسبة للقوافل في إقبال شديد من المواطنين، الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، فإحنا بنبقى يعني سعداء إن المستهلك بيقبل على القوافل لأن معانا أسعار مخفضة بأسعار كبيرة جداً بخصومات كبيرة. مبادرة جميلة جداً وإحنا بنشكر الرئيس، ويا ريت المبادرة دي تستمر يعني. والله دي فكت أزمة علينا، والعربيات دي فكت أزمة كويسة جداً وبجيب حاجات رخيصة أوي. أنا بشكر كل القائمين على هذا المشروع. المشروع ده مشروع ممتاز جداً، يا ريت يستمر، يا ريت يستمر، وخاصة إنه بيقف في ميادين حلوة. ما بين وفرة في المعروض من السلع وتخفيضات الأسعار والمشاركة الواسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية في مبادرة كلنا واحد، يتحقق ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتظل هي المبادرة الاجتماعية الأهم التي تتجدد لتحقق هذا الهدف. ده الحب ده مش بالسهل، بس انت فعلا تستاهل. تستاهل كل خير. استمرارية مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك بهذا الحجم الكبير من المعروض من السلع المختلفة وبتلك التخفيضات الكبيرة يؤكد على المصداقية التي حققتها المبادرة منذ أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حاجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تم ضبط قرابة 24 طن سلع غذائية في مجال حاجب السلع الاستراتيجية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، فقد تم ضبط أكثر من 34 طنًا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 18 طن سلع غذائية. كما تم ضبط 481 قضية، من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية صباح اليوم صلوات الجمعة العظيمة، وذلك بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. وتكرس الكنيسة لهذا اليوم طقوسا خاصة ومختلفة تماما عن أي طقس بالسنة، حيث يشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يوما وينتهي بعيد القيامة المجيد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وشرط بوتين أن تسفر المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة حتى يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حل للنزاع متعثرة بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الحرب الروسية. أضاف زيلينسكي أن المجتمع الدولي عليه استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، داعيا جميع الدول إلى قطع العلاقات مع موسكو على الفور، مؤكدا أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقفت صادرات أوكرانيا ما أثر على الأمن الغذائي العالمي. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال دعم الولايات المتحدة الثابت والدائم للقوات المسلحة الأوكرانية. وجدد أوستن في تغريدة على تويتر دعم بلاده الثابت والدائم للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك حزمة المساعدات الجديدة البالغة 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها اليوم. ويزور رئيس الوزراء الأوكراني الولايات المتحدة، حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين بالتزامن مع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي أطلق عددا من صواريخ كاليبر عالية الدقة نجحت في القضاء على كتيبة كاملة من الجيش الأوكراني قرب محطة ميلبور إدفوني. وفي تصريحات صحفية قال كوناشينكوف إن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع صاروخية من طراز S-300 في منطقة نوفوسيولكا. وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على نحو 80 مسلحة من التشكيلات الأوكرانية المختلفة، بالإضافة إلى عشرات المركبات العسكرية. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مستعدة في أي لحظة لوقف إطلاق النار في موقع أوسفستال الصناعي آخر معقل للقوات الأوكرانية بماريوبول في حال استسلام المقاتلين الأوكرانيين. وثقت الأمم المتحدة عمليات قتل لخمسين مدنيا في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف. صرحت بذلك ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. هذا وقد اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب بأوكرانيا، بما في ذلك قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات. قال المستشار الألماني أولاف تشولز إن على حلف شمال الأطلسي تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة وربما نووية. وفي تصريحات صحفية أضاف تشولز أنه يجب توقيع اتفاقية سلام تمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها مستقبلا. Eben auch kein Verlass auf Zusagen ist. Die Menschen müssen die Stadt verlassen können. Extraordinary fortitude and the success of
President Zelensky and the Ukrainian people. हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है. रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا والهند أبرمتا شراكة دفاعية وأمنية جديدة وموسعة. وقال جونسون إن البلدين لديهما مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة، مؤكدا أن هذه الشراكة الجديدة هي التزام يمتد لعقود. أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق القبض على 3 إرهابيين بمحافظة الأنبار، كما تم إحباط هجوم على نقطة أمنية غربي نينوى. وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استمرار العمليات الأمنية التي تنفذها القطاعات العسكرية بمنطقة وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد. وفي تصريحات صحفية، أوضح اللواء رسول أن تنظيم داعش الإرهابي تلقى ضربة موجعة عقب تدمير كل الأوكار الإرهابية بمنطقة وادي الشاي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القوات العراقية نفذت عملية إنزال جوي تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على كافة المناطق بالوادي. أعلن الجيش اليمني رصد ارتكاب قوات الحوثي ل 105 انتهاكات للهدنة الأممية في 6 محافظات. وذكر الجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تسلل لمجاميع تابعة لقوات الحوثي مسلحة بمحور حيز في أوقات متفرقة، وذلك تحت غطاء ناري كثيف، مشيرا إلى أن قوات الحوثي مستمرة في إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية. شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية وجود حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان. وذكر بيان للخارجية الأمريكية عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الطرفين بحثا دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة بالبلاد. وجدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بما في ذلك الوقود. أجرى محافظ المنيا أسامة القاضي جولة تفقدية بمركز ملاوي جنوب المحافظة. يأتي ذلك لمتابعة المشروعات الجارية تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت الجولة متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية دير البرشا، كما تم معاينة موقعين مقترحين لإقامة مجمعات طبية بقريتي البرشا ودير البرشا. وتفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 85%. شهدت قرية شرق بولاق بمدينة الخرجة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. تستمر أعمال القافلة لمدة 2 يوم، يتم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بالمجان، وتضم أطباء استشاريين في تخصصات مختلفة، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرى النائية والمحافظات الحدودية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز الإعلامي أن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، مشددا على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة.
بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس شركة هانيوال العالمية ورئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط المشروعات التي تشارك بها هانيوال، بالإضافة إلى فرص زيادة أنشطتها بقطاع البترول. يأتي ذلك في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مصر والمشاركة في المشروعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الوقود الأخضر وتوفير التكنولوجيات المتطورة لتقليل الانبعاثات والاستفادة منها، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات التي يتم الاستعداد لإطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر أواخر العام الجاري. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات تاريخية قوية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية على كافة المستويات. جاء ذلك خلال لقائه سفيرة دولة الإمارات بمصر مريم خليفة الكعبي، حيث أشار وزير الاتصالات إلى النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرص الدولة على تبني التقنيات الحديثة وإقامة شراكات دولية لبناء مصر الرقمي. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم تزويد قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد، حيث وصل حجم المعدات لأول مرة لأكثر من 5000 معدة متنوعة منتشرة في 135 محطة مميكنة على مستوى الجمهورية. هذا وبدأ عمل 40 آلة منهم حاليا في حصاد محصول القمح في توشكا فور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم الحصاد. افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشا يصحبه عدد من القيادات الأمنية والدينية مسجد العطي الوهاب بالعريش، يأتي ذلك بإطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية، حيث أكد شوشا بناء المساجد بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أنه جرى أيضا افتتاح 13 مسجدا بمختلف مدن المحافظة بعد إحلالها وتجديدها، إضافة إلى افتتاح 6 مساجد أخرى بعد صيانتها بكل من العريش والشيخ زويد. افتتح في محافظة شمال سيناء 16 مسجد على نفس الغرار تقريبا، وكلفت السادة رؤساء المدن والمعاونين بافتتاح المساجد، غير 6 مساجد تم فيهم الإصلاح في مدينة الشيخ زويد بعد عودة أهلنا. فده بكورة الاحتفالات إن شاء الله، احنا هنستمر إن شاء الله في الاحتفالات الأسبوع القادم إن شاء الله كله، وبنختار نماذج نفتتحها من الكثير الذي تم إنجازه خلال عام في محافظة شمال سيناء. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشرط حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي. وخلال لقائها وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عثمان ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، أشارت المشرط إلى أهمية عودة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكاميرونية، كما بحثت تفعيل مذاكرة التفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموقعة في وقت سابق بين البلدين. كما التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشرط مع وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروغواي أزوسينا أربليتشي، حيث تباحث الجانبان بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلا عن مناقشة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والموقع بين البلدين خلال عام 2015. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة هيكلة شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة من خلال إعادة هيكلة وتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال.
خطوة مهمة تتخذها الدولة لتوطين الصناعة، وهي إعادة هيكلة وتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال، وتأتي في مقدمتها شركات الزيت والصابون التي قررت وزارة التموين إعادة هيكلتها على 3 مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في تشخيص الحالة الراهنة للشركات من النواحي الفنية والمالية، وتم الانتهاء منها. أما المرحلة الثانية وهي الأدوات المتاحة لدى الدولة لتطوير الشركات عن طريق خيارين، إما بتطوير المصانع القائمة أو إنشاء كيانات جديدة. وفي هذا الإطار تم التوصل لإنشاء مصانع جديدة لضخ إنتاج مضاعف بأحدث المعدات العالمية. شركة اسكندرية للزيوت عملت يعني تطوير لمصانعها وخطوط إنتاجها الفترة اللي فاتت، رفعت الطاقة الإنتاجية بتاعتها من الزيت بكل مصانعها حوالي 500 طن يوم، بما يعادل حوالي 15 ألف طن في الشهر. احتياجاتنا على طاقة التموين بتتراوح من 60 إلى 65 ألف طن زيت شهريا. بننتج الزيت في مصر من خلال توريدات بتتم محليا وعصر البذور محليا، وأيضا استيراد من الخارج. المعامل بتاعتنا تاخد عينات دوريا كل ساعة، بنبتدي نحللها عشان نشوف ان الزيت مطابق للمواصفات بالجودة اللي حضراتكم شايفينها. فالجودة دي مفيش تنازل عنها، مش هندي المواطن اي سلعة الا لما هتكون صالحة للاستهلاك. اهتمامنا بالزيت التمويني بيبدأ من اول استقباله كزيت خام، بنتعامل معاه وبناخد منه عينات، وعلى اساس كده بنعرف احنا هنتعامل معاه في مراحل التكرير ازاي. شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات تنتج حوالي 500 طن يوميا، والأسواق لم تشهد أي نقص في الزيوت خلال الأشهر الماضية. ورغم الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الزيت وتنويع مصادر استيراده. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. Thank you.
ومع الأحوال الجوية نختتم نشرتنا، ولا يتبقى سوى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يتفقد عمل التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. الكرملين يؤكد أن بوتين لن يجري محادثات مع نظيره الأوكراني، والأخير يحث المجتمع الدولي على قطع العلاقات مع موسكو. واشنطن تشدد على أهمية وجود حكومة فعالة باليمن لتعزيز إنهاء الصراع. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا، أهلا بك. مساء النور إيمان، مساء النور رغدة، ومساء النور عليكم كل فريق نشرة التاسعة. مساء النور، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. أنتوا بألف خير مع جمهور التاسعة، ونتمنى لك توفيق كل تاكي. كل التوفيق جدا. نشكر الفريق نشرة التاسعة، ونبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.